السلام عليكم أوزباكستان. يلا يعني if you have the chance. Hello. هلا ومرحبا. أهلا فيك جورجينا. باكستان مساعدة زملائي ودائما انا نسعد كثير بالاهداف شكرا ثانك يو فيري ماتش شكرا ثانك يو شكرا but if you have the opportunity يعني if you have the chance I think Isabel will be happy اهلا فيك جورجينا ماوستراتي احب لامي الجمعه السبت الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه السبت سيد هي ابو ركان جونيور هي ابو ركان يا ابو دحام تحيه